نفي واحد دلتا مارينا حي نور يا مدير اركب يلا اركب مارينا ماشي خش حلوه شرم ها ايه رايك ها يا بختك يا عم الحاج ده احنا مدفونين في اسكندريه لا يا اسكندريه عم فين خش يا ريس خش يا ريس خش شوف التليفون بقى الناس اللي بتركب اللي بتنزل مش بص مش مهم المرايه وبص في التليفون بص في التليفون اهو احنا مراقبين احنا مراقبين المنطقه وقت ناقص هناك ايوه بدل ما تبص من المرايه بص في التليفون قول يا باشا كل اتنين يا باشا صباح الفل شرمة ايه يا جماعة شرمة ايه انتوا يا جماعة كلكم شغالين هنا كلكم شغالين هنا كلكم شغالين ولا جايين سياحة مقيمين هنا يا بختوكو يا بختوكو عايشين هنا يا بختوكو يا بختوكو جو جميل ونظام ونظام ونظافة واخد بالك انت ازاي قول يا ريس ايوه يبقى 3 من 6 جنيه 3 من 6 7 جنيه 3 من 6 جنيه واحد شرم شرم ايه؟ واحنا رايحين فين؟ مارينا مارينا مفيش حد عايز يطلع 10 دي من ايه؟ 10 من 1 و 5 منها 2 اهو الراجل اهو راح فين؟ ده بيعمل لك كده مارينا مارينا احنا رايحين فين؟ رايحين المريخ رايحين المريخ؟ احنا رايحين المريخ هات جنيه من 2 من 5 هات 2 من 5 3 في 6 10 من 1 في مكان ورا فاضي يا جماعه بقول لك ايه تعال اهو في مكانين اهو اركب يا ابو الشباب خش ورا بقول لك ايه اسالك سؤال كمل ورا كمل ورا لو وقعت ناس ورا كمل ورا انت مبسوط انا قاعد بنفرينا اديله نفرينا انا بنفرينا هات خد استنى ماشي وانت نازل وانت نازل لا نديله دلوقتي يلا يا ريس اديله 10 جنيه ها خد قطع 10 خلاص خلاص لحظه ايه ها اديله 10 يلا ثلاثة استناني بس واحد أربعة واحد لك كمان عشان أنت قاعد خد لا خلاص خلاص يا عم ده بتاع ناس ثانية بتاع ناس ثانية؟ اه طب ماشي هو دفع كده مارينا دفع ثلاثة لينا والكرسي الفاضي ودفع لك أنت بس اه أمال إيه؟ دفع لنا على أمال شفت حد يحاسب لك؟ اه صباح الفل مارينا واحد مفيش مش عايز حد تاني انت خلاص خلاص بقى كده خلاص توكل على الله سكة السلام شايفين شرمة يا جماعة اهي شرمة اهي شايفين يا جماعة ابو علي ابو علي ابو علي حلوة بس بقول لك ايه ايه بأمانة ليه ايه رأيك جنة طبعا شايف النظافة عشان الناس اللي عايشين هنا نظيفه لا لا عشان الناس اللي عايشين هنا نظيفه صح ولا لا شفت بعينك محدش قال لك شفت بعيني محدش قال لي صح اه والله بص بص الطريق شايف الطريق بص الطريق اهو اهو بص الجمال ها كده بتصدر الصوره الايجابيه بتاع مصر بره هي مصر جميله أيوة. هي مصر جميلة بس شوية خونة وشوية بهايم واخد بالك ها ايه بيعمل ايه مصر حلوة وجميلة ونظيفة اه امال ايه واحد بالعشرة واحد بالعشرة
واحد بالعشرة. واحد بالعشرة ورا يا جماعة. واحد بالعشرة. واحد بالعشرة يا جماعة. واحد بالعشرة يا جماعة. يا عم صلى على النبي. يا باشا خليك معايا والنبي. خليك في المفيد. خليك من المفيد. اللبت الكتير مش هينفع. هات يا عم الشوارع. هات الشوارع. هات الشوارع. ركز على جمال. ايه؟ اللي مش عاجبه مصر يخلع منها. أيوة. اللي مش عاجبه مصر يخلع من امها. هات الايجابيات. هات النظافه. صباح الفل يا جمال. صباح الجماهير دي. احلى بلد في العالم. حد عنده مغص نازل المستشفى؟ لا طيب مارينا ماشي. اولك تلتا معاك يا استاذ مارينا. راح زي مارينا اهو. صباح الفل يا شباب. صباح الجمال بالليل. الناس هنا سكرانه من كتر الشغل. اهو الراجل ده. انت بيعرفك بيقول لك ايه بيعمل كده يعني ايه؟ طيب يعني كده مارينا وكده هضبه. طب والمريخ كده المريخ على طول. المريخ واحد واحد. المريخ واحد. المريخ هننزل هنا؟ لا لسه قلت يا ريس. يلا يا جماعه يلا ننزل دلوقتي. واحد المريخ. يلا يلا يا ريس. المريخ رايحين. حد راح المريخ؟ حد راح المريخ يا جماعه؟ حد راح المريخ؟ دلتا حي النور. دلتا حي النور المثلث. دلتا حي النور المثلث. خليه معايا والنبي. دلتا حي النور المثلث. راح فين؟ خلاص؟ السلام عليكم. أحلى تحية. خليه يا عم معايا صوته عالي. صوته عالي. حد راح المريخ؟ بقول لك خليه صوته عالي. المريخ أقرب. ابتسم ابتسم للحياة. الحياة جميلة. الكآبة الكآبة الكآبة. ابعدوا عن الكآبة. ابعدوا عن الكآبة يا بشر. انا فين؟ انا اهو انا اهو انا اهو انا اهو انا اهو انا اهو. انت ليه مقربها لوشك كده اهو؟ ليه مقربها لوشك كده اهو؟ ليه مقرب الكاميرا لوشك كده اهو؟ انا مسجل. السلام عليكم. انت مسجل بس خلاص.